مساء الخير. النهاردة هنعمل عيش كامل بالحبوب الكاملة، وهنحشيه من جوه بالزبدة والقرفة والسكر البني. أنا هبتدي استعمل المقادير دلوقتي، وهكتب لكم على الفيديو المقادير بالترتيب اللي أنا استعملتها بيه، عشان ما ناخدش وقت في الموضوع ده. اول حاجة، في بولة كبيرة احط فيها المية، وهحط عليها الخميرة، وهسيبهم 5 دقايق من غير ما اقلبهم لغاية لما الخميرة تشرب المية، وبعدين نقلبهم. دلوقتي خلاص زي ما انتم شايفين عدت كام دقيقة كده، فالخميرة شربت المية. في الوقت ده هنقلبها، نزل عليها الدقيق الكامل، وهنبتدي نعجن. بس هنعجن بطريقة زي ما عملت قبل كده الهول ويت. احنا مش بنعجنها، لان احنا في الوقت ده ما بنبقاش عايزين العجينة تبقى فيها قوة، يعني احنا محتاجين ان احنا بس نفتح الدقيق ونخليه يشرب اكبر كمية من المية. ففي الوقت ده احنا ما بنعجنش، بنقطع في العجينة كده لغاية لما تشرب المية والخميرة اللي موجودة دي. هنمسح هنا كده بقى بالمية عشان ما يبقاش في دقيق ناشف، بنبل ايدنا في الميه. نحطه في الميه ونبل هنغطيها بكيس نايلون ونسيبها 10 دقايق ترتاح شويه. عدت ال10 دقايق وهنبتدي نكمل 20، فهحطه عليها وهحط السكر البني وهحط الملح، وهنبتدي تاني برضو نقطع في العجينة عشان نفتحها وتشرب كل السوائل اللي احنا حطيناها دي. دلوقتي هنعجن بايدينا كده، هنفعصها عشان ما يبقاش فيها تكتلات. وهننزل الزبدة، هنعمل ايدينا زي المضرب ونضربها في بعضها، في نفس الوقت نحاول ندخل الزبدة كلها في أناعنا. وهنبتدي ننزل الدقيق الأبيض، بس مش هنحطه كله مرة واحدة، ننزل هنقسمه على 3. أول تلت ندخله هنا كده، برضو بنقطع في العجينة كل ده مفيش عجن.
كده خلاص كل الدقيق دخل في العجينه. طلعتها شويه كده ترتاح 10 دقايق وبعدين نرجع بقى لمرحله العجن. ودلوقتي هنعجن، بس هظبط هنعجن لمده 3 دقايق بس، فهظبط التايمر على 3 دقايق ونبتدي نعجن. عالم بلا خوف. هنعجن ازاي بقى؟ احنا مش هنفرد بقى ونقطع في العجينه، مجرد ان احنا بس بنلم العجينه علينا كده وبنزقها ونلفها. هنلم العجينه علينا ونزقها ونلفها. وايدينا تبقى مرفوعه في لفوق كده، مش بننزل ايدينا لتحت، يعني مش بنعجن العجينه بقى كده ونقوم مقطعينها، لا ايدينا بتبقى بنلم العجينه علينا وايدينا بتبقى لفوق كده بالراحه قوي، ونعمل ايه زي ضغط متوسط كده مش جامد. هنغطيها لمدة دقيقتين او 3 دقايق وهنكمل بقى العجن الثلاث دقايق التانيين بعد كده. قعدت 3 دقايق وهنكمل عجينة، بس المرة دي بقى دي اخر مرحلة في العجين، فلازم ان احنا تبقى الرخامة بتاعتنا او الخشبة اللي بنعجن عليها تبقى نظيفة، مفيش عليها اي عجينة ناشفة او كده، فلازم الاول نتأكد ان الرخامة نظيفة جدا ونكمل. بنلم العجينة علينا كده بايدينا اليمين وبنزقها بالشمال بعيد ونلف، نلمها كده وهنزق كتير، يبقى الخط هنا في النص ونلفها، هنلم كده ونزقها بعيد ونلف. ودلوقتي بقى هنحطها في العلبة دي وهنسيبها تخمر لمدة ساعة، بس في نص المرحلة دي هندخل بقى الزبيب، فاحنا هنكتب هنا الوقت اللي احنا حطيناها فيه ونص الوقت واخر الوقت. في نص الوقت هنقوم حاطين بقى عليها الزبيب. هبخ بس العلبة شوية زيت عشان ما تنشفش ونحطها هنا. هنغطيها وهنسيبها نص ساعة. نص ساعة عدت وهندخل بقى الزبيب في العجين. هنقلبها على الرخامة، بس هنرش شوية دقيق خفيف قوي كده. نفرغ الهواء طبعا منها
يعني مش بنقوم مش بنطبقها بطريقة يعني عايزين يجي هنا زبيب وهنا زبيب في كلها، بنعمل كده نجي هنا نعمل كده هنرجعها تاني بقى في العلبة. ونسيبها تخمر النص ساعة اللي بقى. العجينة خمرت للمرة التانية. ونقطعها بقى دلوقتي لان الكمية دي بتعمل اتنين رغيفين. جهزت القوالب دي، هما صغيرين مش كبار، قلبين. هنقطع العجينة، نحاول العجينة بالزبدة السايحة. مش بنحط زبدة كتير بس بندهنها كويس. رحلة الأرواح هذا عمل كتاب في عالم النفس اسمه ميشيل نيوتن. وهنجيب السكر البني. حولت الى عمل سيدي على سيدي بنفس الاسم. هنحط عليه القرفة. احنا نختار منها القطعة الرئيسية اللي هي رحلة الارواح والمقام الكرد. تبدأ بنقلبهم بس كويس مع بعض، ما يبقاش فيها كلاكيع، نقلبهم بس كويس. هننقلها بقى العجينة للقالب. هندهن بقى وش اللوف بالزبدة وهنغطيها وندخلها تخمر بقى تاني
لغاية لما يعني نلاقيها بقى ملت القالب ويعني كبرت مرتين مثلا او اكتر كمان، يعني ممكن خلال ساعة نص ساعة لما تخلص تخميرها اقولك خدت قد ايه الوقت. العيش خمر كده دلوقتي، بندوس عليه كده فبيرجع على طول كده، هي خمرت. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 205 لو فرن غاز، لو فرن كهربا بالمروحة هيتتحط في درجة حرارة 170 لمدة 10 دقايق، وبعدين بنقلل الحرارة ل 185 في الفرن الغاز او 165 في الفرن الكهرباء اللي بالمروحة.